بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما نتحدث عن قضية اغتيال الصحفي الحر جمال خاشقجي، وتخرج الأخبار تباعا على أنها عملية اغتيال فاشلة، فإن هنالك من يصرخ في وجوه من يصرخ في وجوه من يكرر ما يقال. أنت إذا قلت مثلا إن النظام في بلد الحرمين اعترف أنه قتل بالخطأ، ياك اعترف، كان في الأول يقول واسمه قال خرج بعد 20 دقيقة، فقالوا أين هو إذا خرج؟ بعد ذلك حينما بدأت تركيا تتعامل مع الملف بلباقة لأنها بيد رجل متمرس في السياسة، هو رجل حر اختاره الشعب، يمثل شعبا حرا وليس كالشعوب العربية المغلوبة على أمرها، هو يحسن التعامل مع هذا الأمر. إذن إذا قلنا مثلا وكررنا ما يقوله الإعلام بأنه اعترف، يصرخ بعض الناس في وجوهنا ويقولون هذه مؤامرة ضد أرض الحرمين وأنتم لا تحترمون أرض الحرمين. يا أيها الناس لا تستبلدوا الناس، أرض الحرمين عزيزة، هي أرض مهبط الوحي، أرض فيها أول بيت وضع للناس، أرض أم القرى مكة التي كان جبريل ينزل من السماء إلى الأرض بقرآن غض طري على قلب رسول الله، أرض الحرمين فيها مدينة رسول الله، أرض الحرمين هي موطن الإسلام الذي حرم الله المشرك على أن يدخل، إنما المشركون نجس فلا يقرب. من ذا الذي لا يعظم أرض الحرمين؟ والله إن القلب ليتشوق لزيارة ذلك المكان، لكن الله غالب. فرق بين بلد الحرمين وبين من يحكم الحرمين، نحن لا نقول إلا الرواية، فناقل الكفر ليس بكافر، حتى الذي ينقل الكفر ليس بكافر، هذه قاعدة. فإذا نقلنا خبرا شاع في وسائل الإعلام كلها وحتى النظام في تلك الأرض يقره لأنه قتل وخا خطأ ما يقولوا وهو لا يثبت، فلماذا يعير هؤلاء بأنهم ضد أرض الحرمين؟ لا، الحرمين لا يمكن للإنسان أبدا إلا أن يبجلها ويقدسها، هي من مقدسات المسلمين، هي من مقدسات المسلمين. صلاة في بيت الله الحرم بمئة ألف صلاة، هل ننسى نحن هذا؟ نحن نعلم الناس هذا، هل ننسى أن الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة؟ لكن كما تقدس تلك المناطق فهنالك أيضا مسجد ثالث تشد إليه الرحال، هو أولى القبلتين وثالث وثاني المسجدين وثالث الحرمين بيت المقدس التي سلم فيها النظام الذي يوجد هناك في الحرمين، وقد قرن الله في القرآن الذي أتلى بين المساجد الثلاثة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وش حكاية من المسجد هنا؟ ثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى واللي قبله اسمه القصي، الأقصى لم يذكر القصي، يعني اللي قبله القصي والأقصى، واحد مذكور بطريقة غير مباشرة، لأن من غادي تمشي من مكة غادي تفوت الشمال، تفوت على المسجد النبوي وتوصل للمسجد الأقصى، فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد مر على المسجد النبوي، فهو مذكور
فقد جمع الله بينهم المساجد الثلاثة في آية: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذن هذا الكلام لا يستقيم ولا يصمد ولا يمكن أن ينطلي على الأحمق، بل العاقل حتى الأحمق لا ينطلي عليه. غيروا أساليبكم، اعلموا أن الناس قد تفقهت ولم تعد تستهلك ما يقال لها كما كان العرب في زمن كان الإعلام كله بيد الأنظمة الرسمية. لهنالك وسائل التواصل التي حولت العالم إلى ما يشبه زقاق في قرية، الواتساب، وكل واحد عنده كاميرا. ثم هذه العملية التي قمتم بها، لو قمتم بها في العالم العربي أو الغربي لتمت الصفقة بسهولة، فالغرب لعابه يسيل للصفقات، وخاصة أمريكا تستعملها لمزيد الضغط على النظام. إذن فهذا هو الفرق بين أمة تستعبد وأمة حرة. فالغرب يعبد المال، يمكن أن يعقد عن معك ألف صفقة، والعرب لا حول لهم، يأخذون من الرز كيسم الرز من الأموال هناك ويسكتون. لكن وقعت لسوء الحظ، وهذا استدراج من الله، في البلد الوحيد في العالم الإسلامي الذي انتخب رئيسه من قبل الشعب. وهنالك فصل في السلط بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. روح قل الملك سلمان المسألة إن شاء الله تعالى فيها زوج تاع الملفات، ملف سياسي هذا يمكن الإنسان يتفهم، احنا ما غاديش نخصوا العلاقة مع السعودية أرض الحرمين، لأن أعداء الله كان من جملة المقاصد التي يريدونها وهي أن يسيئوا العلاقة بين تركيا والسعودية، لأن الذي قاموا به كان بعلمهم، تماما كما فعلوا مع صدام حينما شجعوه على غزو الكويت، ولما غزوا الكويت أقاموا الحلف كله للقضاء على العراق، فذهب العراق أدراج الرياح وسلمت إلى إيران. سلمت إلى إيران. لكن هذا أردوغان، هذا متمرس، هذا قاري سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قاري سيرة الخلفاء ديال العثمانيين، هذا رجل سياسي، هذا ليس فانتازي عربي. إلى غير شكره صافي وقار، لا عارف اسمه راه يدير. قال له هنالك ملف جناحي، الحقيقة ينبغي أن تنكشف، ينبغي أن تنكشف. فلا نتحدث عن الصفقات، الصفقات راهم كاينين في أوروبا، راهم داروا براحهم عاد يزقيهم الآن، ولكن علاش؟ من الذي حرك فيهم هذا؟ هم كانوا يرون المسلمين يقتلون في كل العالم، في برمانيا وسوريا، لكن لم يكن أحد يتحدث، زعما جابهم النفق على هذا؟ لا لا، الذي بيده خيوط الملف أردوغان والحكومة التركية والشعب التركي، يعرف الآن ماذا يفعل. حرك كل شيء، حرك حتى الرأي العام ضد ترامب، يقول هذا ليس بأخلاق، هذه جريمة شنعاء وقعت في السفارة. إذا الآن أردوغان تحدث اليوم، وكان الناس ينتظرون أن يعلن عن النتائج وأن يأتي بكل الصور، والناس ارتفع سقف توقعهم من القيادة التركية أن تعلم وتخرج كل ما في جعبتها. لا، هذا أردوغان سيضرب تحت الحزام فيقول حاجة الأولى اللي قالها، كيف تقولون بأن المسألة تمت عبر مشاجرة وتمت يعني ماشي مخطط لها؟ قال كيف يمكن أن يأتي 15 في طائرتين من بلدين مختلفين في يوم واحد ويوم واحد قبله، ويجتمعون في يوم الجريمة كلهم في السفارة؟ هذه إذا ما كانت غير هكذا، أجيبوني عن السؤال، أجيبوني السؤال، يعني جاوبوني علاش.
15 جو هكذا يا سبحان الله، وحجزوا 4 أيام ومن بعد مشاو في النهار الأول يا خويا. سبحان الله، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا القضية التي فعلتم أنتم ومشيتوا تحاكموا بعض المنتمين لأجهزة المخابرات والأمن، هذا لا يغير من الواقع شيئا. لا بد لهذه الأجهزة أن تكون قد صدر لها أمر من جهة سيادية، فعليكم بالتحقيق من آخر رجل إلى أعلى سلطة، وفيها إشارة إلى محاكمة الرأس الذي صدر منه الأمر. ولا نقبله من غير حالة حتى لنفى التسعير يعرف يتكلم، يتكلم دبلوماسي. هذه الثانية. والثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى، قلتم بأنكم قتلتموه، مات وخا خطأ، أين جثته؟ أعطيونا جثة وهنيونا. غادي يصيبوها بلا راس ولا صبع، غادي يصيبوها مقدة. قال لك دار لها واحد تقطيع، تقطيع وكيديروا واحد داروا فيها 7 دقائق، قطعوه أطراف أطراف، وكل طرف كانوا واحد السيد كاني والذي أشرف على التقطيع هو أحد الأطباء نتاع التشريح، جي أخصيصا للعملية. الله أكبر. الرابعة، أنتم قلتم سلمتم جثة إلى متعاون تركي، إلى متعاون في إسطنبول. وريوه لنا شكون، بغيتوا تمشيو غير هكذا؟ هذا ما يخضعش للتحقيق. سلمتوا له وتعترفوا باللي سلمتوا الجثة لمتعهد تركي، أعطيوا لنا شكون هو. الجواب، اسمه الجواب. الله يا ربي. ثم قال: نحن نعلم أن هنالك مخطط أكبر من هذا، لم يكن القصد هو هذا فقط. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، ماذا يمكن أن تؤول إلى أي شيء أو إلى أي مآل يمكن أن تؤول إلى هذه القضية؟ الصفقة مزيانة يديرها أردوغان ليخفف عنه، صفقة سياسية، لأن السياسة هي هذه، ليحقق مقاصد كثيرة، يترفع عليه الحصار، الليرة تولي لها القوة، تكون عنده استثمارات، يترفع الحصار على قطر، يخرجوا كاع العلماء من سجون السعودية، العلماء الأجلاء الذين يقبعون كاع حشي راهم في الراس نتاعو، يمكن إن شاء الله تعالى. لكن أردوغان لا يريد ذلك. علاش؟ لو أن الأمر يتعلق فقط بقتل خاشقجي بوحده كان يمكن أن يغفر له، كما قال واحد المحلل السياسي. لو كان الأمر يتعلق فقط بمشاركة تلك الدول في الانقلاب على أردوغان في 2016 بالملايير كان يمكن أن يتغاضى، ولكن لا يمكن أن يعقد معهم أي صفقة لسبب مهم. واسمه هو؟ هو مشاركة هذه الدول في تمويل الحزب أديال الأكراد. ولذلك نسأل الله تعالى أن ينصر المظلوم وأن ينصر المسلمين، وإنه لمما يثلج الصدر أن نرى هذا النوع من السياسيين المسلمين في هذا الزمان. قريب نقطعوا الياس، ولكن الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ولعل الله، شوفوا شوفوا، لعل الله، شوفوا شوفوا، أن يجعل بعد عسر يسرا. منين تشوفوا نمرة منين تكون غادي تولد، واسمو يسرا عبد المخار، واسمو يسرا، الحريق والألم والزقا والدم والدم، ولكن غير يخرج تسمع الزغاريد. أي بعد هذا المخاض الذي تمر به الأمة والآلام والدماء، لا بد أن ينتج مولودا هو الإسلام من جديد. سيولد الإسلام من جديد. قضية خاشقجي وقضية المسلمين، انشغال العالم بأسره بأعلامه وانظمته وحكومته الغربية والعربية، وقضية خاشقجي قضية المسلمين في فلسطين. نعم، هذا راني تكلمت عليه إن شاء الله، هذه تكلمت عليه، وراه عندي إن شاء الله كلام في قناتي على اليوتيوب على هذا الاهتمام
هذه أنا في نفاق غربي والسلام. نعم. ما يوجد فيما سمي بالجريمة جريمة سياسية، هكذا اصطلح العالم، دون ما استثناء من أن الذي وقع في القنصلية السعودية في اسطنبول هو جريمة سياسية. قامت رجلا مواطنا سعوديا قبل أن يكون صحفيا، ولكن لحد الساعة السلطات السعودية تنكر بأنها وراء ما حدث لمواطنها، بل هو عمل معدود وراءه رجال أمنيون مارقون. والله في بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لما وقع إن شاء الله على الأراضي التركية، ولو كان في القنصلية التي تعتبر في القانون الدولي تنتمي إلى السعودية، هذا الأمر يقول جميع إن شاء الله المختصين بأنها أفشل عملية اغتيال عرفها التاريخ. وأنتم إذا تتبعتم إن شاء الله تمسارات الأحداث منذ البداية، تأكدتم أن في البداية خرجوا علينا ليقولوا إنه قد خرج، ثم بعد ذلك تداولت الروايات الواحدة تنقض الأخرى. ولذلك هنالك في تركيا قيادة انتخبها الشعب الآن أحسنت استثمار هذه المسألة لكي يقول أردوغان اليوم في رسائله المشفرة إلى العالم بأن ما جاءت به السعودية هو أمر لم يصدق أحد، فعليها إن شاء الله تبارك وتعالى أن تدخل من الباب الواسع لتتحدث عما وقع بصدق. ثانيا تقول الرسالة إننا أبدا لن نصدق أن الذين قاموا به هم أناس عزل أو هم المخابرات، بل هنالك من أعطى إن شاء الله هذه الإشارة، فعليها أن تتحدث عن المجرمين من الأسفل إلى الأعلى. الثالث يقول أن هنالك دول يمكن أن تكون قد ساهمت، وخاصة أن الرئيس والمنسق لهذه العملية ضبطت له مكالمات في اتجاه أمريكا في اليوم الذي كان هناك، حتى قيل أن هنالك بعض الدول التي ساهمت، وهو يشير إلى ذلك، مما يعني أن خيوط هذه المسائل هي موجودة فعلا. ثم الطريقة التي صار يقدمها تماما كمسلسل أرطغرل، يخرج في كل يوم شيء ليدحض ما يقوله الآخرون وليقول نحن موجودون. ثم هذه الحنكة السياسية الكبيرة في احترام القوانين الدولية إلى جانب الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية الإنسان دائما المتهم هو بريء حتى تثبت إدانته، ولذلك سمح للقنصل أن يغادر، سمح لهؤلاء أن يغادروا، لم يدخل إلى القنصلية عنوة لأنها تنتمي إلى الأراضي السعودية فيحتاج إلى إذن. ولذلك فإن هذا الذي يقوم به وقامت به تركيا هي مدرسة يجب أن تدرس في القوانين الجنائية في المعاهد والجامعات، لأنهم كانوا يقصدون وضرب عصافير بحجر واحدة، كانوا يقصد. نعم سيد. نعم. سؤالك جيد، وإن شاء الله تبارك وتعالى فيه إن شاء الله تبارك وتعالى محطات. المحطة الأولى، اعلم يا أخي أن هذه الدول العربية إرادتها الحرة مسلوبة، فالشعوب حينما انتفضت في الربيع العربي وجاءت الصناديق لكي تفرز إن شاء الله تبارك من يمثل هؤلاء ويعيش أحلامهم وآمالهم من الحركة الإسلامية، تم القضاء عليها والانقلاب عليها من قبل دول في المنطقة، لأنها ترى أن الشعوب العربية إذا تحررت وصارت لها الكلمة وصارت إرادتها حرة يمكن إن شاء الله أن تفرز القيادة التي تمثلها، وآنذاك ستعمل إن شاء الله وفق ما تريده الشعوب. هذه الشعوب محكوم فيها من قبل إن شاء الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يحكمون العالم الإسلامي الآن. هذه الأولى. الثانية، أما الإعلام نفسه ينتمي إن شاء الله لهذه الأنظمة الرسمية التي لا يمكن أن تتحدث إلا وفق ما يملى عليها. أتعرف يا أخي السعثمان أن كل المؤسسات في الدول العربية ليست مستقلة؟ المؤسسة القضائية تأتيها إن شاء الله الهواتف من فوق تقول الإعلام جاءتنا إن شاء الله الأوامر.
المؤسسة الدستورية أو التشريعية هي فقط واجهة للديمقراطية لتزويق الفيترين أمام الغرب، أما السلطة التنفيذية فهي إن شاء الله يمكن أن تفعل شيئا، لأنها تعرف أنها إنما تعمل وفق أجندات لا تنتمي لهذه الشعوب. أما قضية العلماء فاسمح لي، العلماء إن شاء الله تبارك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان إذا صلح صلح الناس، الأمراء والعلماء. لكن الأمراء يمكن أن تجذبهم الشهوة السلطة وشهوة المال فيفسدون، وهذا عبر التاريخ، لكن وجدوا إن شاء الله ضمير الأمة الذين هم العلماء، كانوا يأمرون وينهون، وكانوا بنسبة صمام للأمان بالنسبة للشعوب التي ترى فيهم القدوة. وما سمي الإمام إماما إلا لأنه يمشي أمام الناس، فهو لا يأمهم في المسجد فقط، حقيقة الإمامة هي أن يصير به إن شاء الله في دروب الحياة كلها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تبارك وتعالى يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ما أخذ الله الميثاق على العلماء. الله تعالى سبحانه عز وجل دمغ العلماء الذين يصمتون بأنهم ملعونون. إن الذي يقول الله تعالى في سورة البقرة في إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اسمح لي يا سي عثمان إن شاء الله أولهي إن شاء الله تعالى. العلماء في وقتنا قاموا بالواجب وكلهم في السجون وهم الأغلبية، لكن تجد مثلا إمام الحرم المكي صالح الطالب تحدث في خطبة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلجم، في حين نجد أن هنالك من تحدث والعياذ بالله وسمى بعض هؤلاء الأمراء بالمنهم المحدث في بيت الله الحرام. عمر الخطاب هذه أعطيت له من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد شبه ما وقع والعياذ بالله ما وقع مع خالد مع مالك بن نويرة. خشقجي رحمه الله لم يرتد، خشقجي لم يخرج على الأمة، إنها الكلمة الحرة، إنه إبداء الرأي. أين شعارات ما يسمى بحقوق الإنسان، حقوق في التعبير؟ شوفي قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. الغلبة من العلماء تكلموا وهم في السجون، وهذا هو إن شاء الله الذي إن شاء الله تبارك وتعالى يجعلنا نتفائل بمستقبل هذه الأمة، وأن هذه الأمة لن تظل هكذا، بقاء الحال على الحال من المحال، هذه واحدة. أما أولئك الذين يقال إنهم لم يأتيهم الأخبار، سبحان الله العالم كله الآن يتحدث، وأصبحت وسائل الاتصال حولت العالم إلى مشبه زقاق في قرية، لم يعد أحد يجهل هذه المسائل. هذا كلام لا يمرر على الحمقى، فكيف بالعقلاء وكيف بالعلماء؟ أما قضية العلماء الآن إن شاء الله تبارك وتعالى فهم على مستويات ثلاثة. يا أخي إن كنت تقول أن هذا الأمر لم يصلك فاسكت، فالساكت على الحق هو أقل شرا ممن يتكلم بالباطل، هذه واحدة. الثانية يقول عليه الصلاة والسلام: خير الجهاد هو كلمة حق عند سلطان الجائر. ويقول سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وناف قتله. ولا أرى إن شاء الله أن خشخجي واحد منهم، حتى ولو لم يصنف في خانة ما يسمى بالعلماء، هو من قادة الرأي، من قادة الفكر، فر من بلده مهاجرا من أجل أن يستنشق نسيم الحرية. ولذلك هذا الكلام أنهم لم تأتيهم الأخبار أو أنهم مخدرون، يمكن نعم مخدرون يمكن، أتدري ما الذي يخدرهم؟ إنها حب الدنيا، إنها حلاوة السلطة. اقرأ معي قوله تعالى: واتلوا عنهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث وتتركه الهث. هل هذه الآية لم يقرأها السديس؟ هذه الآية لم يقرأه العلماء؟ نسأل الله أن لا يفتنا وأن لا يبتلينا. ولكن يا أخي
نعم أسدي. نعم أسدي نعم.